السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الكيكة رائعة بإذن الله. هذه الكيكة اللي كتجي يعني غادي نديروها في الملاجيب وإن شاء الله غادي تعجبكم بالطريقة وبالمقادير ديالها. يعني كاين شوية تشابه ما بينها وبين كيكة القدرة قادر اللي كيسميوها إن شاء الله. هذه كيكة أروع وأحسن ويعني ديال البريستيج إن شاء الله. غادي خصنا إن شاء الله بالنسبة يعني الفلون ديالنا اللي غادي يجي لتحت، يعني العجينه البيضاء الفلون الطبقه الاولى ديال الفلون، غادي تخصنا واحد 800 غرام ديال الحليب. يمكن لكم تقسموا المقادير، اللي غادي يدير شي مول صغير يدير غير 400 غرام ديال الحليب. هنا انا غادي الطبقه ديال الفلون غتكون ب 800 غرام ديال الحليب، 6 ديال البيضات، 120 غرام ديال البودره كريم ديال الكريم باتيسري، 180 غرام ديال السكر، 180 غرام ديال السكر، و 60 غرام ديال الكراميل. هذه هي ان شاء الله المقادير ديال طبقه الفلون. غادي نشوفوا المقادير ديال الطبقه ديال سميتو الكحله ديال الكيكه اللي هي او شوكولا. غادي خصنا واحد 3 البيضات، واحد 250 غرام ديال الدقيق، واحد 14 غرام ديال الخميره غبره الخميره، واحد 30 غرام ديال بودر كاكاو، وواحد 100 غرام ديال الزيت، واحد 120 غرام ديال الحليب ليكيد، واحد 185 غرام ديال السكر. على بركه الله غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا الطريقه باش غنخدموا هذه الكيكه ديالنا. غادي ناخذوا الحليب، هو غادي نضيفوا ليه البيض، غادي نضيفوا ليه السكر، غادي نخلطوا هذه المقادير ديالنا غير بشويه. غادي نحتاج التراب اليدوي، عطيني واحد التراب اليدوي تماك. المقادير ديالنا كيبقى لينا اشنو غادي نضيفو هنا. غادي نضيفو ان شاء الله بودره كريم، ها هو هاد البودره هي اللي غادي تجمع لينا الفلون ديالنا وتخليه مجموع. غادي نخلطو هاد المقادير مزيان، غادي نحاولوا ندخلوا فيه الكراميل ديالنا. حتى هو الكراميل غادي ندخلوه في هذا الفلون ديالنا. كراميل يمكن لكم تصوبوه، يمكن لكم تشريوه جاهز، راه كيتباع جاهز. نخلطوا هذا الفلون ديالنا مزيان، خصنا هاد الكراميل ديالنا يدوب يجي دايب هنا، نخلطو حتى يتخلط مزيان. غادي نحاول نخدم التراب كهربائي. الخليط ديالنا هو موجود، الخليط ديالنا في المول كندهنوه بشوية الزبدة، كنجيبو الخليط ديالنا كنخويوه بحال هكا هانتوما كتشوفو بحال هكا. الخليط ديالنا نديرو ليه بحال هاد الطريقة إن شاء الله. غادي نصوبوا العجينه الثانيه اللي غادي نخوي فوق منها، يعني العجين ديال الكيك ديالنا. الخليط ديالنا
الثاني كناخذوا البيض ديالنا كنضيفوا لهم السكر كنقربوا هاد كنضربوه مزيان كيرجع بيض شوية هكا كنضيفو الزيت كنخلطو الخليط ديالنا تيرجع بحال الفومادا كنضيفو الحليب بطبيعة الحال كنهزو الخميرة ديالنا كنخويها فوق الفرص كنخويو بودر الكاكاو ديالنا ونخويو الفرص ديالنا والخميرة ونخلطو هاد المقادير كلهم غادي نحاولو هاد العجينة ديالنا نخلطوها مزيان باش ندمج هاهي نجيبو العجينة ديالنا كنخويوها على هاد الشكل كنسبقو هاد الجهة هاهي كنديرو بحال هكا كنحاولو نديرها الفوق ديال الكيك ديالنا كلشي بحال هكا كامل العجينة ديالنا كنحاولو ندخلوها ما نخليو حتى شي بلاصه غادي نجيب واحد المعلقه باش نكمل نفرق العجين ديالي باش العجين ديالي كلو ديالي كنديرها كامله بحال هكا غادي نشعل الفران في درجة الحرارة 180 وندير الكيك ديالي باش يطيب على خاطرو هاكا الكيكة ديال الفران مشوية علينا تنقادوها هنا ما كندير لها الماء ما كندير لها حتى حاجة يمكن اللي بغا يدير لها الماء من التحت يدير لها شويه الماء من التحت يديرها في شي بانيو ديال شي باسينه الا كان المول ديالو صغير انا المول ديالي كبير ما يمكنش ليا ندير الباسينه كبر من هذا الشيء داكشي علاش غنديرها والمقياس انني خليت واحد 3 او 4 سنتيمتر ما بينها وبين الارضيه ان شاء الله 3 سنتيمتر حتى 4 سنتيمتر الفران ديالي غنديرو في 180 درجه وغادي تطيب هذه الكيكه ديالي في ظرف ان شاء الله ديال 45 حتى 50 دقيقة مرحبا كنخرجوا الكيكة ديالنا ها هي ها هي الكيكة ديالنا نخليوها تبرد ان شاء الله نقلوها الكيكة ديالنا ها هي كنخليوها حتى كتبرد كنشوفوا بحال هكا كنشوفوا الجناب ديالها واش لاصقين الا جاب الله لاصق لكم الجناب كتجيبوا شي حاجة ديال البلاستيك طبيعية بحال هذه كتدخلوها في الجناب هكا كدوروها هكا باش نتاكدوا باش نكون على يقين ان الكيكه ديالنا غتقلى علينا نحركوها شويه نجيبو فاش غادي نخويوها كنحطوه فوق ونقلبوا الكيكه ديالنا هكا نحاولوا ما نجروش المول بقوه نحاولوا نجروه شويه بحال هكا ها هي الكيكه ديالنا ان شاء الله غادي نزينو الكيكه ديالنا بلي فروي هاد الكيكه اللي كتجي رائعه طبقه من الشوكولا وطبقه من الفلون هذا فلون ها نتوما كيجي رطب جدا جدا ها هو كي كيجي غادي نخليوه هكا ونوجدو الفريز ديالنا نغسلو الفريز ديالنا ونقشرو الكيوي ديالنا ونجيو للتزيين ان شاء الله ها هو الفريز ديالنا ها هو الكيوي ديالنا الفريز الكيوي ان شاء الله غادي نديكوريو لاطارت غادي نديكوريو الكيكه ديالنا اللي هي عباره عن فلون في نفس الوقت الكيك والشوكولا ان شاء الله غادي نجيب هنا كندير شويه د لاباج
هاد الحافيه كندير لها شويه د الناباج بحال هكا، هيا، وكنجيب الفريز ديالي كنقسمو على جوج بحال هكا، كنجيب الفريز ديالي كنديرو في الحافيه بحال هكا في الحافه ديال المول، كنستف الفريز ديالي بطريقة باش يجي على شكل وردة مفتوحة إن شاء الله بحال هكا، ديالنا دوائر رقاق بحال هكا باش نعطيو لهاد الكيكة ديالنا واحد الديكور، وغادي تجي ان شاء الله كيكه غنيه جدا. بهاد الفواكه اللي فيها وب كريمه يعني الفلون ديال الفور مع الكيك والشوكولا كتجي ممتازه ان شاء الله. هنا غادي نديرو ان شاء الله الفريز والكيوي ونديرو البيش ايضا، يعني البيش ديال الغراف هاد الوقت ماشي ديال البيش، مي غادي ندير شويه البيش ديال الغراف. غادي نصوب هاد الكيكه ديالي باش تجيني ممتازه ان شاء الله. الكيكه ديالنا الرائعه بلي فروي ان شاء الله اللي كتجي زوينه. غادي نشوفو واحد الطرف نقطعو منها واحد الطرف باش ندوقوه قدامكم، لان اغلبيه السيدات كيقول لك الشاف ما قطعتيش ما وريتيناش. احنا غادي نشوف هذا المرسو اللي خدينا منها، ها هو كي كيجي. ناكل بعد هذه الفريزه وناكل هذه الكيويه. ها هي الكيكه ديالنا، ها هو الفلون بالكراميل، ها هو كيجي. يعني رائعه رائعه الفلون بالكراميل هو هذا، كيكة توب. واخا قطعتها بشوية ديال تهامجي ماشي مشكل، المهم كيكة كتجي ممتازة إن شاء الله. نوريكم هيا نتوما كي كتجي، الروعة ديال الكيك، لأن هاد الفلون ديال الكراميل وعندنا كيك والشوكولا كيجي ممتاز ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. كندوق بزاف، دائما كندوق حاجه كنصوبها كندوقها، لان خصني فعلا ملي كنقول طوب يعني طوب، ما يمكنش لي نشهد شهاده ان حاجه زوينه ولا ما زويناش. ما كنديرش تزوير، ما كنحطوش واحد الحاجه دافونس ونحطو لكم، داكشي كيمشي بالتسلسل. كنبداو الوصفه انطلاق، كندخل الفران كنخرجوها كنقطعها قدامكم. هذا هو الحق، الوصفات هكا خصو يكونوا، خصو يبانوا من بدايتهم الى نهايتهم. اما نهز هذه ونديرها مسبقا ونحطها ونحط لكم، الحمد لله الله تبارك وتعالى كرمنا بالصدق والاخلاص في العمل ديالنا. كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى لكم ديروا هذه الكيكه الممتازه ان شاء الله اللي كتجي مزيانه. مده الطياب ديالها 45 حتى 50 دقيقه، 50 دقيقه في درجه الحراره 180 ان شاء الله. حاولوا تنزلوا الكيكه ديالكم لتحت شويه، يعني واحد 3 سنتيمتر ما بين الوصول ديال الفران باش تجي داك يجي هذا الفلون طيب مزيان ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. انتما كنشوف ما درناش في الماء لان المول ديالي كبير، داكشي علاش ما درتهاش شويه الماء. اللي بغى يديرها في واحد سميتو يديرها في الماء، ولكن ما ديموليوش الكيكه ديالكم، خليوها حتى تبرد مزيان. ملي تخرج من تكون مول الفران خليوها تقريبا واحد ساعه الا ربع حتى تبرد مزيان، عاد شوفوا ياك ما لصقاش لكم من الجناب، دوزوا شي حاجه ديال البلاستيك او شي حاجه رطبه، ماشي شي حاجه اللي تجرحها ولا اللي تجرح المول ديالكم. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تحصلوا على هذه النتيجه الممتازه باذن الله. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. ما تنساوش اللايك، وصحاب ديزلايك ما ينساوش ديزلايك حتى هما. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.